انتظر قبل البدء في مشاهدة محتوى هذا الفيديو، أريدك أن تحضر ورقة وقلم وتكتب أهم الأفكار التي جاءت في هذا الفيديو، وبعد ذلك قم بالتمعن في تلك الأفكار، وإن وجدتها منطقية طبقها، وإن لم تجدها كذلك فمر عليها مرور الكرام، ومشاهدة ممتعة. عندما تجرحك الحياة وتحس أن كل شيء أصبح ضدك، حتى من جزء من نفسك بات عقبة من العقبات التي تمنع أو تحد من تقدمك، في تلك اللحظة التي ظننت أنها النهاية ولن يكون شيء بعد ذلك، تحس أن صوت أفكارك يثقل كاهلك، ووجود من حولك يقلل من صوت أنفاسك، تحس أنك فعلاً في حاجة لفيلسوف التشاؤم لتخبره مدى حبك له واحترامك له، تحس فيه أن بصيص الأمل بدأ يتلاشى، وذلك النور الذي تراه ولا تدري ما مصدره بدأ بالاختفاء. في تلك اللحظة بالضبط عليك أن تعرف أنك وصلت لمرحلة الفرز، مرحلة الاختبار عالي التردد، وهنا يغربل بان البشر، يعاد تقييم وضعك من جديد. فإن نجحت في ذلك الاختبار فهنيئا لك المرحلة التالية، وإن لم تفعل فهنيئا لك أيضا المرحلة نفسها. فلماذا ستصبر كل ذلك الوقت وتعود لتبدأ من جديد؟ وأريد أن أقول لك هنا، ليس هناك عيب أن تبدأ من جديد، لكن لا أنصحك بالاعتياد على ذلك، لأنك ببساطة ستفقد روح التحدي الذي كان يدفعك للتقدم والتطور والإنجاز، وتصبح تدور في دائرة تعود فيها إلى نقطة الصفر كل مرة، وقد استهلكت الكثير من الجهد والوقت بلا فائدة، أو بالأحرى بفائدة أقل. نعم بالتأكيد أنت خير من الآلاف في حالة سكون تام، لا تحرك لا دوران ولا شيء، فقط من منطقة راحة إلى أخرى، لكن أريدك أن تنظر إلى هؤلاء وتحمد ربك وتهدئ من روعك، لكن في نفس الوقت ارفع عينيك وانظر إلى من هم فوقك ومن حقق ما أنت تسعى إليه، وقرر أن تحصل على ذلك أو على ما هو أفضل منه. واعلم جيدا، إن كان أحدا قبلك حقق ذلك الحلم الذي تسعى إليه فأنت أيضا تستطيع، وإن لم يحققه أي أحد قبلك فكن أنت الأول، واجعلهم ينظرون إليك كرابح أو حامل اللقب، ينظرون إليك نظرة تنافس وتحدي، تنافس لك وتحدي لأنفسهم، كل ذلك لأنك أصبحت في منطقة القوة، منطقة الإنجاز والمضي قدما، عندها سيكون من الواجب أن تنجز وتحقق المزيد من تلك الأهداف التي من شأنها أن توصلك لذلك الحلم الذي لاطم حلمت به وعملت لتحقيقه. والسبيل الوحيد لكل ما قلته سابقا هو إن لم تتدمر ولم تنسحب من أول أو ثاني أو ثالث أو حتى المئة عقبة، المهم أن تواصل العمل ولا تفكر في الاستسلام، وإن فكرت في ذلك أعد التفكير مجددا كما فكرت المرة الأولى في الاستسلام، فكر مرة أخرى في المواصلة والتقدم، لأن الطريقة الوحيدة للفشل هي الاستسلام. أما إن توقفت لتستريح وتنهي ما بدأت فهذا لا يعتبر مشكلا، الأهم هو أن لا تطل في ذلك الاستراح، وعندما تفكر في الاستسلام يوما ما فقط تذكر لماذا بدأت من الأساس، وتذكر ما الذي سيضيفه ذلك الشيء الذي بدأت فيه لحياتك لو حققته، عندها أشك في أن تتخلى على ما كنت تعمل لأجله إلا حينما تحققه بالفعل، وبالتأكيد ستحققه، فالله سبحانه وتعالى لا يضع حلم في عقلك إلا وأنه يعلم أنك قادر على تحقيقه، فقط ابحث عن من وضع الله أحلاما في عقولهم ويعملون على تحقيقها، فكما يقال الطيور على أشكالها تقع، وأنت أيضا ستقع على أحلامك بإذن
الله. كان هذا فيديو اليوم، شاركنا برأيك في مكان التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.